بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواني أخواتي متابعي قناة مينا سوفت. في البرمجة اليوم ظهور نسخة جديدة من الميداف ستيل كنترول خاصة ب دلفي سيدني، يعني النسخة 10.4 أو 10.4. إذا بعد تحميل الملف نقوم بفك الضغط على الملف ثم نضعه في مجلد، مثلا نحن وضعناه في مجلد هنا خاص بالمكونات التي ستنصب على الدلفي. تمت العملية، إذا نقوم بفتح الدلفي ومن ثم إلى Tools أو أوتي ثم Options ثم نذهب إلى Language ثم دلفي ثم بيبيوتيك أو library بالإنجليزية، ثم أضيف المسار الذي هو هذا المسار، نضيفه هنا ولي. إذا ونأخذ الحزمة التي هي هذه الميداف ستيل كنترول، نضغط على select ثم add ثم اوكي ونضغط على حفظ ثم نفتح مشروع جديد ثم كذلك هنا بسلسلة المكونات ثم الميداستي كنترول ونبحث على الحزمة الخاصة ب دلفي سيدني دي بي كي هي، نضغط على أوبرير. إذا نفتح هنا، نلاحظ أن الحزمة كلها هنا تم الإتيان بها. إذا نقوم بعملية كومبايل، ننتظر قليلا. إذا تمت العملية بنجاح، ثم نضغط على انستول أو انستالي. سنلاحظ بعد حين تنصيب المكونات كلها، إذا تم تنصيب جميع المكونات الخاصة بهذا الباكج الذي اسمه ستايل كنترول. إذا نضع مشروع جديد، نضغط على أوكي. إذا ونقوم بتجريب بعض المكونات الخاصة بهذه الحزمة. إذا نأتي إلى هنا ونلاحظ ستايل أو ستيل كنترول، هي كلها الحزم كلها موجودة هنا. كنترولز جي بي هي، مثلا نضع بتنس، نضع هذه، نضع مثلا هذه مثلا أو هذه الساعة مثلا، هذه تعمل على التايمر. نضع هذه بتن، قل له مثلا ستايل أو ممكن العديد من الخصائص. اوبشنز هي خصائص خاصة بالبطن، لاحظوا خصائص كثيرة جدا. هي البطن مثلا نضعه راوندد. اذا لاحظوا كيف يصبح البطن عبارة عن دائرة
في الـ Options، كذلك نستطيع عمل ألوان، نستطيع عمل أشياء كثيرة خاصة بهذا الـ Buttons أو الـ Button. إذن نقوم بعملية تنفيذ. إذن لاحظوا هذه الساعة تعمل، كذلك البطن، كذلك هذه يمكننا استعمالها في أشياء عديدة، كذلك هذا الخاص بالبروجرس بار. إذا هذه هي المكونات. ستاي كنترول هنا كذلك، لاحظوا نيو بيج، هذه ثم لدينا في الجي بي كذلك، هو نيو بيج نيو بيج، لاحظوا الاختلاف. إذا يمكنكم عمل أشياء جميلة جدا في هذا أو بهذه المكونات. لاحظوا لاحظوا هنا أشياء جميلة جدا في بهذه المكونات. إذن كان هذا عن تنصيب آخر حزمة من الكنترول، يعني ستايل كنترولز النسخة 4.85 4.85. إذن تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.